الشرفة ولي البويرة بمعية سماح الحلوح الرئيس المدير العام لمجمع جيبلي على إعطاء إشارة انطلاق المرحلة التجريبية لمشروع وحدة إنتاج الحليب ومشتقاته بمدينة البويرة. نشهد بكل فخر واعتزاز انطلاق انطلاق مرحلة تجارب تقنية للدخول عن قارب في القريب العاجل إن شاء الله للوحدة الإنتاجية التابعة لمجمع الحليب جيبلي بولاية البويرة حيز الخدمة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. وحدة الإنتاجية هذه طاقتها تفوق 250 ألف من الحليب يوميا، الشيء الذي يجعل الولاية قطبا في إنتاج الحليب ومشتقاته، كما سيسمح بتموين الولايات المجاورة فضلا عن توفير أكثر من 100 منصب عمل مباشر. اليوم كما فات وذكرنا انطلقت رسميا المراحل التجريبية التقنية لهذه الوحدة التي تفوق سعتها 250 ألف لتر يوميا من إنتاج حليب مبستر، يفتصل 91 أو تفوق 91 مليون لتر سنويا من إنتاج الحليب المبستر. سوف تكون يعني هذه الوحدة إضافة نوعية في ولاية البوليدة من حيث تنمية، عفوا في ولاية البويرة من حيث تنمية العجلة الاقتصادية، وذلك من خلال خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. مع حول كل موسم صيف تحرص مديرية توزيع برج براريج على إعداد مخطط خاص من أجل ضمان استمرارية التموين بالطاقة الكهربائية التي تشهد طلب متزايد كل سنة، لا سيما خلال فصل الصيف، وهو ما شاهدناه خلال هذه الصيف والتي تميزت بدرجات حرارة جد مرتفعة. ولهذا قامت المديرية بإنجاز عدة مشاريع استثمارية طاقوية استباقية، وذلك ضمن البرنامج الخاص بالتحضير للصيفة والخاص بالمؤسسة. وفي هذا الإطار قد تم تدعيم مراكز تحويل الكهرباء 60-30 كيلو فولت بمركز تحويل كهرباء متنقل ببلدية باقة الزهلي، لتدعيم عدد المحولات الكهربائية لتوزيع العموم 90 محول كهربائي جديد، تدعيم الشبكة الكهربائية المتوسط التوتر ب 93.7 كيلو متر، تدعيم شبكة كهربائية منخفض التوتر ب 113 كيلو متر، إضافة إلى تصدير برنامج خاص من أجل اجتياز صيفة 2024، وهذا من خلال إنجاز 21 محول كهربائي متوسط توتر منخفض التوتر، 18 محول كهربائي جاهز، و8 محولات كهربائية هوائية بطول شبكة تقدر ب 33.9 كيلومتر، إضافة إلى تدعيم الشبكة الكهربائية وتقويتها ب 15 كيلومتر، وإعادة تأهيل 25 كيلومتر من الشبكة الموجودة حاليا. وبفضل هذه الإنجازات سجلت المديرية تحسن ملحوظ في نسبة الأعطاب المسجلة على مستوى الشبكة الكهربائية، أي بنسبة تحسن قدرت ب 35% بالنسبة للشبكة الكهربائية متوسط التوتر، وبنسبة 40% للأعطاب المسجلة على شبكة التوتر الشبكة الكهربائية منخفضة التوتر، وهو ما سمح بتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وبالتالي تحسين مستوى جودة واستمرارية الخدمة المقدمة على مستوى الولاية. من جهة أخرى لابد من الإشارة إلى أن ولاية برج باريج من بين الولايات الأولى في نسبة التغطية بالطاقة الكهربائية والغازية، أي بنسبة 98%، وكذا من حيث جودة واستمرارية التموين بهاتين الطاقتين. كل هذه الإنجازات ما كانت لتتم لولا المرافقة الدائمة للسلطات المحلية والولائية وعلى رأسهم السيد والي الولاية. على بلاصه اخرى الولايات ناسيونال نظرا لاهميه المشروع باسكو درناها في حال سيدي العجل داكور، قلنا نكملوها هنايا ومستقبلا هذه كامله نديروها دوبل فوا كامله. دونك من دركا نشوفوا مع بيرو دوتود درنا لو تراسي تاعها، درنا ليفاليواسيون تاعها، نخدمها دوبل فوا، نجيبوها من وسالة حتى الان.
داكور ديجا خدم الترونسون تاع لوك داكور باش تولي في الوليد. ثاني حاجه هذا ما بقاش روت ناسيونال ولا ان بولفار اوربان داكور ولا بولفار اوربان. انا نشوف منا سكنات منا سكنات وانا داخل في المدينه. السيد سوبديزيون تاع الاوربانيزم هنا انا ها انا واش بدي نسيت على الاوربانيزم وطرف بيك هذا خدمه طرف سوبديزيون تاع الاوربانيزم باش بدلوا لو بوست تاع هادي شيت اون فاصاد امبورطونت. انا نشوف دي بوكو تيران فيد بصح ابروبرياسيون ديسباس انارشيك نخدموا بلون داميناجمون دان بولفار سور لي 1800 متر داكور. هذا واش نقدر نسيبوه داكور لا 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 نخدموا لو باتي هذا دوك راح نديروا الاخر هذا ملك هذه كامله عطيني لا سيلويت كيف سرعه تكون سي اون ال بلس 8 نطلع اون ال بلس 8 من تحت يكونوا دي شوروم يكونوا دي كرون ماغازان يكونوا دي مول يكونوا كذا طول لو لون اون فالا ريغلومونتي غدوه اللي حوس يبني قالها واش تبني ونديروا سكون ابل لا كونتاميناسيون بوزيتيف غدوه غير يبدا واحد الحكا. ثاني حاجه كي نخدموا هذه الاخرى ايفيتي لي لي كاسور هذو دير لي اون فوا دانسيرسيون نشوف كاين طريق شتينا لي تاع قد شتينا فيه هذا التروتوار قفلو كامل دير لي ان اكسي منا وين سورتيمون بور ايفيتي لي سيزايمون على روت ناسيونال.